بس كان بيقول ألفاظ ما يصحش تتقال، ده لحاجة تانية. ولما جينا على البوسة مش بيتجوزوا ليه يعني، مش بيتجوز ليه؟ قالوا لي الدكاترة ما سمحولوش، رغم ان سعيد صالح كوميديان كبير جدا، بس ما كنتش انا اشتغلت مع سعيد مطلوب حيا او ميتا، اشتغلت معاه 3 افلام كمان، بس كان بيقول الفاظ ما يصحش تتقال قدام سيدات محترمات. هزاره ساعات بيبقى مش كتير مش حلو. انا استاذ عادل ابدا، لا لا لا، عادل حاجه تانية. ولا شوفي عادل فين، عادل لما فكر يتجوز يتجوز اكبر من عائلات مصر، بنت الشلقاني وما شاء الله هو في المنصوريه عمل 4 فيلل، ان انا طليقي هو اللي جايب له ارض المنصوريه، جايب فيلا لاخته وفيلا مش عارفه لمين ومين يعني. شوف الشتان، سعيد بقى كان بيروح يسهر، يروح يعمل كركر، يروح نور الشريف استاذ ممثل واستاذ في اللوكيشن، بيديني ملحوظات على طول، استاذ وسيد الاساتذه كمان. ولما جينا على البوسه، لان هو ماشي وبتاع في بوستين 3 كده 4، قلت استاذ احمد دي لا دي بوس بجد بقى، لا 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 ده بوس بجد، هو محمد عوض يبوس ونور الشريف يبوس؟ كانوا في المدرسه يقولوا لي يا بختك يا بختك. عبد الحليم مرضه منعه من الزواج ده، اما كان في مشروع جواز فعلا ممكن، لان هو كان عنده بينزف يعني. انا مره قال اعزمكم اعزمكم اعزمكم، عامل سفره حلوه قوي، لقيت جبنه قريش والعيش المحمص، وحتى انا قلت مش بيتجوزوا مش بيتجوزوا ليه يعني، مش بيتجوز ليه؟ قالوا لي الدكاتره ما سمحولوش. ما فيش راجل مش خاين. ده انا كان بيرقص معايا، وفي كنا في الماريديان، والستات بتحط له نمره التليفون في الجيب، قفشته مرتين، في الثالثة قلت له خلاص لازم اتطلق. غير ما لا، ما فيش سينما نظيفة وسينما مش نظيفة. سينما احنا نشأنا على سينما واحلى افلام، والناس العالم العربي كله كان بيقلدنا. يعني انا دخلت والوسط كله مايوهات وبوسات دي بدعة بقى. نادية جندي مكافحة وعملت نفسها بنفسها. لما فكرت تتجوز، جوزت راجل عنده شركة وشخصية واسم زي عماد حمدي و و و، فطبعا مش ساعدها، لا هو اللي عمل لها كل الهيلمان، انتج لها بامبا كشر، حط كل فلوسه فيها، كل ما يمتلك فيها. بعد كده جوزت اللي حبيته بقى. جبني جدا مصطفى شعبان، كان بيعمل ايوب مسلسل كان هايل بصراحة، من سنتين. وكانت هايلة البنت ايتن عامر.